مرحبا بكم، كل عام أنتم بألف خير، رمضان مبارك. اليوم هنعمل طريقة الحلوى نفس طريقة المصانع، سهلة وبسيطة جدا. يلا على الوصف. على حرارة متوسطة، ماء نصف كوب 110 جرام، سكر 1 كوب 200 جرام، عصير ليمون ملعقة كبيرة تقريبا، الفانيلا ونكهات هي اختياري، أنا مش راح أوضع فانيلا، نوضع رشة ملح لتعزيز النكهة. نقلب المكونات حتى يذوب السكر، نتركها تغلي على نار متوسطة لمدة 5 دقائق. قبل 5 دقائق يجب التحقق من نضوجها، نوضعها بالماء البارد، نوضع قليل منها بالماء البارد حتى تبرد. بعد ما تبرد بتكون مثل هيك، تكون فيها لزوجة. نطفي النار وبنضيف الطحينة بالتدريج. الطحينة 1 كوب 220 جرام. الطحينة هي الراشي. سأوضع جميع المكونات على الشاشة إذا كنتم بحاجة إلى التقاط صورة للمكونات. نوضعها جانبا، بنعمل الوصفة الثانية بالكاكاو بنفس المكونات، فقط نضيف الكاكاو، ملعقة كبيرة كاكاو 15 جرام كاكاو خام. لا تطبخها كثير حتى تصبح الحلوى مقرمشة، احنا مش عاوزينها تكون مقرمشة. قبل 5 دقائق يجب التحقق من نضوجها، نوضعها بالماء البارد، نوضع قليل منها بالماء البارد حتى تبرد. بعد ما تبرد بتكون مثل هيك، تكون فيها لزوجة. نفس الطريقة بنفس المكونات، فقط يختلف الكاكاو. يمكن وضع المكسرات مباشرة بعد الطحينة إذا كنتم ترغبوا في ذلك. نوضع المكسرات هلقد، بعد ما نوضع الطحينة اللي هو الطحينة اسمها الراشب وفي ناس بتحكي لها الراشي، نوضع المكسرات في هذا الوقت هيك، بنوضع الاثنين على بعض حتى نمزجهم مع بعض. من الممكن استخدام أي قالب متوفر، ويفضل وضع ورق الزبدة في القالب. احنا ممكن نعمل نكهة واحدة، ولكن انا حبيت افرجيكو كيف ممكن نعمل نكهة او نكهتين مع بعض. وممكن نضيف لها مكسرات، هذا سهل وبسيط، ممكن نوضع بالاسفل مكسرات. نوضعها في القالب ونتركها تبرد، من ثم وضعها بالثلاجة لمدة 2 ساعة على الاقل قبل التقديم. هذه المكونات اذا كنتم بحاجة الى التقاط صورة للمكونات. إذا كانت صلبة وبدكم إياها تكون أقل صلابة، ضعوها خارج الثلاجة، هذا حسب أنتم كيف بتحبوها تكون الصلابة تبعتها. يفضل عدم تناول كمية كبيرة منها، لأن السكر بزيد من خطر الإصابة بالسمنة وبيعرض الشخص لمشاكل صحية. أتمنى لكم السلامة والعافية. شايفين كيف هي كتير مميزة، نفس طريقة المصانع. خلينا نتذوقها. بصراحة أكثر من روعة. أتمنى أن أنتم تجربوها وتكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات، لأنه رأيكم كثير بهمني. الناس الموجودة عندي على الصفحة على الفيسبوك، أتمنى يشتركوا قناة اليوتيوب اسم القناة شيف نائل، من شان يصلكم كل جديد. كل عام وأنتم بألف خير، في أمان الله.